صباح الخير. اليوم معنا شيف جاد. أكثر شيء مبسوطة بالمقتيات ولا لا؟ ما فهمت النكتة. النكتة إنه روسات بالمقتة. إيه؟ لا لا مش مش هيدي أكيد. كيفك اليوم؟ سبا أنت منيحة؟ ماشي الحال. إيه جود. اليوم رح نعمل روسات بالسمك. فيليه سمك رح نعمل لها صوص حرة. رح نعمل لها سبانغ مع دبس رمان وحامض جرنيتير وصنوبر مقلي. وبنفس الوقت بنكون رح نعمل سلطة هيك مهضومة شوي فيها مقتة، فيها أنديف، فيها تريفيس، ننتفهم كلهم مع حامض وزيت هيك بكون. ما رح ساعدك اليوم. بسيطة. هيك. ما بفتكر إلك قلب. أوكي. بدي أسأل سؤال اليوم. عنا السؤال بيقول كم مرة ذكرت كلمة رمضان بالقرآن الكريم ووين؟ إذا بتعرفوا الجواب مشاهدينا فيكن تعطونا الجواب على الفيسبوك بيج للانتيفي ألايف. وبآخر فقرة كوكينج بنعطيكم اسم الرابح أو الرابحة بتربحوا معنا إفطار لأربع أشخاص بمطعم رنفور دبي. حطينا بصل هون نحن هلأ. سيفانية رح نبلش بالصوص لأنه بدأ تاخد شوية وقت لتغلي. رح نعمل قلية بصل، توم، كزبرة، فليفلة ملونة، شو ما كان فيها تكون لون واحد كمان ما ضروري. رح نحط حار لأن هي صوص حارة. هلا أنا ما رح كتير. اوكي. لأن هي الحار حسب الذوق. حار أخضر. حار أخضر. بندورة شقف. شقف. كمان رح نقليهم، نقى بندورة شوي مستوية زيادة عن اللزوم. وتنستفيد ديركت من الوقت يعني آخذ مية بندورة غالية على جنب تحتها ما نطول بالغلي لأن بدها تقريبا شي 25 دقيقة. دقيقة لتغلي لا. فنحن هون عاملين بس ميكي. المية البندورة غلينا رح نكفيها ديركت معها. هاي صوص حرة بيروتية اسمها. هو في اثنين صوص حرة، صوص حرة طرابلسية اللي هي زيتها بس اكيد اقل بندورة وزيادة طحينة. والبيروتية هي نفس الانجريدينز يعني بصل وثوم وكزبرة وفليفلة بس فيها صوص طماط اكثر. اوكي. اوكي هون رح نقلي ثوم، رح ناخذ الفليفلة. اذا بتلاحظي مقطعهم شوي سميك لان هلا رح يدبلوا. اوكي كمان هون رح نقليهم تقريبا شي دقيقتين ثلاثه ليدبلوا. كل سمكه حره بيكون فيها فليفله؟ لا الصوص الحره ايه يعني. أوكي. هول اثنين صوص اللبنانيات اللي هن البيروتيه او طرابلسيه فيهم فليفله. اوكي هلا هون الفيليه شو عبالنا نوع سمك شو منحب منحط منا يعني ملزمين بنوع معين او اذا عبالنا نجيب سمكه كبيره نشويها نرجع نفرفطها كمان اذا فينا نحط لقوص فينا نحط اليوم عم تستعمل اليوم البراق. جايبين براق اخذين الفيليه ومسحبينه فينا نستعمل غير شيء يعني شو عبالنا نوع سمك فينا نحطه هلا هي الروسات اللبنانيه بتنعمل مع سمك مشوي كبير بنحط حدا الصوص بنحط حدا التراتور بنحط حدا الصوصات المعموله بس بالنهايه المهم السمك سمك يعني. طيب ليك شو رح اعمل؟ رح افرم شوية كزبرة، شوية حبق، لاعطيك البلاتو، تنتبلشي كمان بالسلاد. اوكي. هاي الصوص طيب الكزبرة فيها. فينا نحط كزبرة يبسة كمان؟ فينا، بس الكزبرة الخضرة حتى لونها بالصوص تكستير تبعها ان كانت بطحينة او كانت طعمتها غير اكيد. بتلاحظي عم تخشن الفرم لان كله هلا رح يرجع الفوليوم تبعه يصغر اوكي شو رح اعمل انا هلا ليكي رح شيل البلاتو شيل الكزبره عنا هون كيف عبالك تقطعي هول وهول وهول قطعيهم هيك طريقه حلوه نرجع اخر شيء بنحط لها حامض وزيت واذا بدك هون بايدك كمان ما ضروري بالسكين هون سيفانيل بندوره الشقف
هولي كيف بعملهم؟ بعملهم هيك؟ إذا بدك أو إذا بدك جوليان ناعمين كمان حلوين هيك، بس الكعب فروتي كمان ليفرط هلأ مثل الوراق. هون حطيت البندورة الشقف كمان، هلأ رح نتركها تقريباً تغلي شوي. هون بعد عنا الحر، بعد عنا الملح، بعد عنا البهار. صبتيك هون الحر الأخضر، هون رح نقلي استخانيه بعد شي دقيقة، نرجع نحط صوص طماط اللي حكينا عنها، مية البندورة بالأحرى، ملح وبهار، نتركها تغلي. إذا بتلاحظي كيف بقت مية البندورة والفليفلي، يعني بلش يطلع الليكير من الخضرة كلها، هيدي كل الطعمة هون. أساسي بهاي الصوص أو حتى المعطحين ستيفاني تطلع ما تطلع كتير لكيد الصوص، إذا بتلاحظي بدها تطلع شوي قاسي الصوص. هون أكيد بهار اوكي. هاي الصوص هون ستيفاني ما بدها غير غلي ولا هولي بقدو بعتاد ايه هول سفا. هلا بعد شوية نقطه تكون خلصت. طيب هالوقت شو رح اعمل انا؟ هون بس عندي السمك عم بحط له ملح وبهار، زيت زيتون، حبة ثوم وحبق، ننقعهم هلا شوي رح نقليهم اخر شيء. حتى رح احط شوية حبق، ما رح افرمهم ستيفاني، هيك رح نطفهم شوي للورا. اوكي هول السمكات بس رح ارجع ابرمهم على ثاني ميله لنحط ملح وبهار عليهم. هول السمكات ستيفاني نقعوا، حطينا ملح بهار زيت حبق اوكي وقلبناه هون، ورجعنا اكيد حطينا على تاني ميل. هلا رح نتركهم بالبراد تحت اخر شيء، يعني بدهم طبخ بالمقليه شي 3 دقائق. بدك تشويهم شوي؟ بدي اشويهم بالمقليه اليوم. أوكي. هلا فينا نحطهم بالفرن، فينا نحطهم بالمقليه، فينا نحطهم على الجريل. هي سمكه كثير رفيعه ستيفاني، يعني بمجرد ما تنحط دغري بتستوي، ما بدها اكثر من دقيقتين او 3 ماكسيموم. انا مبسوطه بالسكين ولا خلص معك خبر، كل ما كان السكين بقص كل ما في ريسك تجرح ايدك. اه لا ما بتعود تشد كثير انت عم تفرمي، بتصير تفرمي سموث 100%. اوكي هون الصوص
عم تغلي، السمك صار بالبراد. هلا شو رح نعمل؟ خلصت السلطة. السلطة خلصت، بتجنن هالسلطة. إذا بتلاحظي ألوانها والكومبينيشن والصوص هون بده يمكن غلي بعد شي 15 دقيقة أو ربع ساعة. أوه هالقد؟ إيه لأنه بس لحتى شو بدنا نعمل سبانخ؟ هون عندنا سبانخ رح نطبخه هلا مع بصل. أوكي. عصير حامض. دبس رمان أكيد. يعني إذا بتلاحظي عم نفوت بكل شي إنجريدينز لبناني. صح. بالرسيتات. آخر شي بضل عنا السمك. والصوبر أكيد. رح ناخد وقفة ونرجع لكم. يلا هونيك شو حطيت؟ هلا هون حطينا زيت، عم نرجع نقلي بصل. نقلي بصل. اوكي هون الابينار انا شو عاملهم؟ هون ماشي عاملهم بلانشير ومعصرهم كثير منيح. اوكي. وبس اكيد مايو مايو ملح خشن. فينا نستعمل فروزن. فينا نستعمل بس اكيد التكستور غير والطعم غير، حتى اللون بيكون شوي منه هالقد اخضر اخضر. هلا هون شو رح نعمل نحن؟ كثير الجرنيتور كثير هينة. زيت زيتون، بصل ناعم مثل ما شايفين. ما حطيت كثير بصل. شوية بصل. شوي. اوكي، هيدا السبانخ رح احطه رح اقليه، رح احط ملح، رح احط بهار، رح نعصر عليه حامض، شوية حامض ودبس رمان. هاو ار يو؟ هاي فكرة شو عم بتحضر؟ شميت ريحة كثير طيبة، حتى ضيوفي عم بيسألوني شو هالريحة الطيبة يا جاد. كيفك اليوم؟ الحمد لله وانت؟ جود. ايه جود جود. يوم الروسيت تقريبا كل سمك. الشهر عم نعمل لبناني بس شوي هيك يعني شوي مشغول اذا بدي. يوم الروسيت هي سمك مع صوص حارة بيروتية، رح نطبخ حده سبانخ مع دبس رمان وصنوبر وحامض. وعملنا هونيك سلاد فيها مقتة وخس احمر وانبيف كمان هيك سلاد. هاي حتى مبورد. هيدي سلاد للتورد. سوري كنت عم بحكي مع رافي. استاذ عم بيبعثوا لك صور حلوه لافضل مائده خلال شهر رمضان المبارك؟ ما كثير عم يبعثوا، عم يجاوبوا اكثر على السؤال اللي عم نطرحه. في صور بس ما كثير فقعنا اكثر. هون نرجع نتعرف على المشاهدين، نحن حابين نشوف اجواء هالشهر الفضيل كيف عم بتكون ببيتكم بيوتكم، ان كان صح. وقت الافطار او حتى وقت السحور كيف بتقضوا لياليكم وسهراتكم، هيك حتى نحن نشوف حياتكم كيف بتكون، مش بس انتم تدخلوا على استوديو عنا، نحن كمان هيدي طريقه لنا حتى ندخل على بيوتكم ونكون جزء كمان من سهراتكم خلال هالشهر الفضيل. فبعثوا لنا الصور، مش ضروري تكون مائده طويله ومضخمه مثل الاشياء اللي بيعملنا اياها جاد. برمضان كل شيء طيب مثل ما قال بتقرير من كم يوم، فبنتمنى عليكم تبعثوا لنا صور اكثر حتى نعيش اجواء هالشهر الفضيل. ونذكرهم كمان بالفقرات الجديده. يلا في اشياء انت بتحبيها كثير، في فيهم يطبخوا يجوا يطبخوا معنا. هيدي فقره جديده بدنا نشوف كيف رح تزبط، بس انه عم نحضر لها. بقى فيهم كمان يبعثوا اساميهم هيك نتعلم طبخه طيبه يمكن تكون خاصه بضيعتكم او بالمنطقه اللي انتم عايشين فيها، طبخه نحن مش معودين عليها. نتمنى هيك ناكلها من تحت ايديكم، ايدين اي ست بيت او سيده عم تحضرنا. وكمان اللي بيهتم بالمظهر الخارجي كلنا بنهتم بشكلنا. خبراء الام تي في رح يكونوا بانتظاركم وجاهزين تيعطوكم كل النصائح اللي انتم بحاجه لها حتى تكونوا بافضل طله طوال السنه مش بس خلال هالشهر الفضيل. كمان اذا عندهم فاني فيديوز يبعثوا لنا اياهم، هيك بنرجع بنعرضهم على الهواء. هيدي اكثر شيء مين ما بحب يضحك ويبتسم؟ يضحك اكيد الصغار والكبار. إذا عندكم فاني فيديوز مع ولادكم، ناس بتعرفون من وين ما كنتوا موجودين بالعالم، بعتولنا الفيديوز. أوقات بيكون عندهم باتس مهضومين بيعملوا قصص مهضومة كمان بيضحكوا فيهم يبعتونا يشاركونا أكيد. فهيدي ثلاث أفكار جديدة رح تشوفوها بالحلة الجديدة لبرنامج ألايف إن شاء الله قريبا، حتى نكون قريبين أكثر منكم مشاهدينا وحتى أنتم تكونوا جزء أكبر من برنامجنا. مع هالفكرة أنا بودعكم وصلوا ضيوفي بدي أستقبلهم. يلا أتوتلا. أوكي هون لكينا علينا البصل زيت علينا البصل زيت سبانخ مثل ما قلنا كان مسلوق ومعصر. شو كنت عم تحط شي؟ حطيت هلا دبس رمان. دبس رمان أكيد حطينا ملح وبهار. دايما دبس شوي رمان. مثل الهند بيعطيك شوية السويت بيعطيك الحموضة بيعطيك. ما رح كتر كثير لكن قبل لازم نسلق السبانخ ونعصرهم منيح كثير منيح لأنه إذا ما نعصرهم فينا نحضرهم قبل بليلة. بتتحضر قبل بليلة قبل بليلة إيه تما آخر تكة نعمل كذا شغلة صح صح.
لانه واحد بس يطبخ بالبيت جاد بكون عنده كثير اشياء بيطلعوا كثير اشياء لاست مينت يعملها التناجر يعني بده يغسلهم بعدين يعني كل شيء بدها شغله بدها كسرول بدها تنجره ايه لانه هي دائما الواحد اللي بده يحضره بده يكون متوازن يعني في شيء بيعمله اخر اذا حضر قبل بليله بسهل على حاله ثاني نهار اذا عنده ضيوف او اذا بده يطبخ وهي هون التكنيك يعني تعرفي شو فيك تحضري صح وما يغير الطعم والطبخه ما بتاخذ كثير وقت اذا الواحد حضر لها مزبوط بس اذا ما حضرت لها بدها لك 3 ساعات بالمطبخ 20 او 25 دقيقه عم نطبخ طبخه بس نحن محضرين يعني تحت صح. نقدر هون تقريبا البينار خلص هون اذا بتلاحظي ما كترت كثير دبس الرمان بدي احافظ على لونه الاخضر ما بدي غمقه كثير اوكي اوكي هون خلصنا شو راح اعمل انا ديركت راح احطهم بالجاط بدنا نسكب فيه اوكي نرجع نعمل السمك ونخلص البرزنتيشن اوكي يعني بدنا نحط السمك عليهم بدي احط السمك عليهم مزبوط اوكي هلا رح نحطهم على جنب تنبلش نطبخ السمك اوكي حطها هالمقلي الصوص ريحتها كثير طيبه هيدي إيه البيبر البيبر مزبوط وعندك الكزبره كمان والثوم بقلبها اذا بتلاحظي كيف تغير تكستشر بلشت تفوت ببعضها وتسمك صح. شوي لانه عم بيتبخر المي منها شو بعد عندنا بعد عندنا السمك السمك مثل ما قلنا قبل فينا نشويه بالفرن نحطه بالصينيه بالمطاعم بس نروح ناكل كثير سمك إيه؟ مش كتير سمك ناكل سمك. سمك ما كتير بينزلوا لنا صوصات حمر يعني دائما عندك مع التراتور ومع التراتور صح مشهوره اكثر بالمطبخ اللبناني من صوص البيروتيه اللي هي عم نعملها هلا اوكي هلا هي الكومبينيشن بالمطبخ اللبناني الطحينه اساسيه اكثر من هيدا مثل ما بتقولي اكثر حتى يعني. مع الحمص ومتبل بيلبق مع بيلبقوا كثير مع السمك الفتوش ال ناخذ حصته كمان هيك نفتشه شوي تنكه ال مزبوط نحن نقعينهم بس لانه ما لحقوا ياخذوا ما اخذوا وقتهم مزبوط هون رح ننطر دقيقة فينا ننقع السمك قبل بليله كمان؟ لا سمك بده ساعتين ثلاثه يعني خصوصا أوكي. اذا سمكه كثير رفيعه ما بحاجه لانه دغري بتاخذ طعمتها وإذا بتلاحظي دائما السمك ببعد ما يكون في نقعات قوية يعني تخبي طعمة البروتين لا لمن خبي طعمة صح السمك صح لأنه من هي الدجاج إذا بتاكليه لحاله بتحسي في طعمة فاد شوي كرمال هيك بيكون دائما نقعاته أقوى من السمك هون دقيقة إذا بدي ننطر الزيت ليحمى نسرين بدها تعطينا اسم الرابح أو الرابحة على السؤال هون رح نحط شوية سنوبر هلا برجع مرش على وجههم كمان اوكي على وجه السمكات خليهم هون سيرين ملاس ربحت معنا اليوم وافطار لاربع اشخاص بمطعم رمفل دبي والسؤال كان كم مره ذكرت كلمه رمضان في القران الكريم ووين مرة واحدة بالآية 185 كان الجواب لكن سيرين ربحت معنا افطار لأربع أشخاص بمطعم رنفل دبي لازم تروحي على المطعم بتاخدي معك تذكرة أو إخراج تعرفي عن حالك ودغري فيك تروحي مع أصحابك أو عائلتك أربع أشخاص وتفطروا ولا هون نحن صرنا على آخر الجارنيتور خلصت هلا رح نزين اخر شيء بشوية حبق شوية سنوبر اوكي هون السلاد ما بدها ما بدها غير حامض وزيت حامض وزيت أيه. اكيد قبل ما بدنا نقعد كمان مع السمك ما كثير بنحط صوصات مثلا ما بيلبق البلساميك كثير صح او مايونيز حامض وزيت اطيب شيء دائما يعني بدك شيء لايت لتحافظي على البرودوي طعم مش تونة عم ناكل عم ناكل طبيعي وخصوصا اذا السمك طازة حسب نوع السمك اوكي هون رح ننطر شوي رح ننطر شوي ونقلب السمك اوكي هون بمجرد ما نقلبه بده دقيقة ونص بمجرد ما نقلبه لأن إذا بتلاحظي هلا بينفخ
لانه في سكن سكن. هلا بس نبرمه خلص بيرجع بيمشي حاله. الصوص مثل ما قلتي خلصت تقريبا، ما بدها غالي 5 دقائق أو 7 دقائق لحتى هيدا حتى هيك سبا. ايه بس دائما هاي الصوص اللبناني بدها تكون شوي اذا بدك قاسية، بس تحط الملعقة مش انه ليكيد كثير. اوكي بنبكرهم بعد شوي، نبرمهم. شوفي ما احلاها، بس تترك السكن تقليها اول شيء بتحمر وبتطلع عم تقرش، يعني ما بتعود مزعجه بالاكل. نكيف اخذين لون، هي بعد بدها شوي هون. ريحه السمك بكل البنايه. هربنا من البصل، علقنا من السمك. اوكي مثل ما قلنا دقيقة ونص رح نشيلهم. هاي الصوص سوا خلصت، بتجنن صارت ليكي محليها. الشقف بقلبها مبينين، الخضرة مبين، يعني هو واحد عم بياكل بيعرف شو في بقلبها، مش دايبة كلها بقلب بعضها. لكن بدك تحط السمكات على، بدي احط السمك دغري على السبانخ، على السبانخات. خليها هيك، ما بعرف شو معنا وقت، نحن ما بدنا غير نعمل برزنتيشن. دقيقة ونص يلا، نص دقيقة منشيل منسكب نكون خلصنا. شو حلوة الحبقة، تحمصت. اوكي شو بعد عنا؟ صوص. صوص بس بدنا نحطه على جرب، ما رح احطه علي، ما بدي اخبل السمكة والبرزنتيشن. اوكي هون شو رح اعمل؟ رح اخذ ورق هيك اذا بدي. يامي. هوني خلص. هيدي كانت طبختنا على اليوم. والصوص اكيد ترجعنا نرجع للمشاهدين، عندنا الصوص، عندنا السمك والبينار. صحن 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 صحن، هيدا صحن. شايفه شو الحلو فيها؟ كيفيه كل شيء. خلص وقتنا جاد. هيدا قد ايه؟ اوكي مشاهدينا خلصنا فقرات ولدان لليوم، انا برجع بشوفكن الخميس، ما تنسوا تسمعوا جهكن. فباي.